اهلا وسهلا بحضرتكم، اسف الحوار الطويل، لكن انا يعني بحب الشيخ وبقدره كرمكم الله، جزاك الله وبحب التزامه ان هو ملتزم بقواعد دار الافتاء، وده كل شيء فوق راسي. عندنا كذا سؤال فيهم حاجات شخصيه شويه، لكن في حد بيسال عن حكم الدين في ام كتبت ميراثها لابنائها الذكور وحرمت اشقائهم البنات من ذلك الميراث وهو نصيبها في منزل، وبرضه سؤال عن فوائد البنوك. كويس، نبدأ بالمسألة اللي حضرتك طرحتها، مسألة ان ام كتبت ميراثها. يعني ايه ميراثها؟ برضك احنا السائل لابد ان احنا نفرق بين امرين، بين فكرة الارث وبين فكرة الهبة. امتى اسمي ده ورثي؟ لان كتير من السائلين ممكن يختلط عليهم الفكرة دي، فبيقول لك ده ورثه لولاده وهو عايش، هو لسه اصلا ما ماتش. الارث او التركة دي اسم لما يتركه المتوفى، اسمه ميراث، يعني اسمه ميراث. يبقى اذا طول ما انا عايش عبد السلام ده موجود على قيد الحياه، لو انا اديت دوت اكرمكم الله جزاكم الله خير يا استاذنا، يبقى اذا لما انا ادي لابني ده وما اديش لابني ده ما اسموش ميراث، ده بيدخل في قضيه بتسمى الهبه والعطايا. الهبه والعطايا مش ميراث. وبالتالي السائله او السائل اللي هو بيطرح السؤال بيقول ان امي ادت اخواتي ورثها، هل هي تقصد ورثها من مثلا والدها؟ يعني الام دي ورثت فلوس عن والدها او عن امها او برضو من اي طرف؟ ورثها برضو، لا بمعنى يعني انا لو ورثت فلوس عن ابويا ما وابني ما لهش دعوه بيه. ما هو ده السؤال بقى، هي بتقول ورثها، احنا بس بنبين للسائل الفرق بين الارث وبين الهبه والعطايا. ما دمت انا على قيد الحياه وموجود واملك ولي مطلق التصرف، يعني مش محجور علي او نحو ذلك، فلي ان اعطي من اشاء ما اشاء، حتى كل الفلوس، حتى كل. وبس في بقى لازم خلينا فاهمين الكلمة الميراث، لابد يكون صاحب المال مات، مات اصلا طول ما هو عايش وعنده عقل، خلي بالك عايز يكون عاقل واعي واعي ومش محجور عليه مطلق التصرف، يعني اي حد ولا حرج. ده اسمه ايه؟ ده بقى ده اسمه ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي في الهبه والعطاء، ده اسمه التصرف. التصرف نفسه جائز، لكن بنيجي بقى في ناحيه تانية، ناحية بتمس الحكم التكليفي. ده التصرف نفسه مكتمل الأركان والشروط وتمام التمام، خلاص ده تصرف جائز وما اسموش إرث، اسمه هبة وعطايا. في مسألة تانية بقى اسمه تفضيل الأولاد بعضهم على بعض، ده مختلف فيه، وعليه اللي رفض يشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ولذلك هو الرفض هنا فيه بيتعلق بحرمة ولا بيتعلق بكراهة؟ ده فرق كبير. بيتعلق بالكراهه لانه قال له اشهد عليا غيره. الله يفتح عليك. جميل جدا. وبالتالي الكراهه معناها الناس الحكايه حلوه جدا، ان واحد راح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اريد ان افعل كذا وكذا، عايز ادي ابني دوت وما اديش ابني ده. فسيدنا النبي عارف ظروفه وعارف ملابساته، وقال له لا اشهد عليا غيري فاني لا اشهد على زور، او كما في الحديث. فهنا بقى اشهد عليا غيره، هو اذن له ان هو يعمل كده، روح اي حد تاني يشهد، لان لو كان ده ممنوع كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قال له لا ممنوع. فبالتالي ده اسمه ذهب بعض العلماء الى الكراهه، والبعض قال لك لا الاباحه. ليه الكراهه؟ ليه مساله الكراهه؟ ليه؟ لان ده بيورث كراهه بين الاولاد، وهو اصلا الغل والحقد موجود لوحده. ولذلك احنا لما كنا بننظر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واحد لو قبل ابنه يقبل ابنه الثاني، ادى دوت يدي ده عشان يبقى فيه ود. فاحنا بنقول للساده السالي التصرف صحيح وما اسمهوش ارث واسمه هبه وعطيه، لكن على وجه الاستحباب بقى، لو احنا بندور على وجه الندب والاستحباب ويبقى ليك ثواب، لا ساوي بين الاولاد يعني.